وبتنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك ومرحبا دكتور تمارا. يعني بيدعو ناشطون مختلف أنحاء العالم إلى إضراب العالمي اليوم تضامنا مع ما يحدث في قطاع غزة، وتفاعل عدد كبير من الناشطين أيضا والمؤثرين مع هذه الدعوة. لأي مدى هذا الحراك الشعبي الذي يشهده عدد أو مختلف دول العالم أن يؤثر في وقف هذه الحرب؟ بداية أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم ولقناتكم مشاهدينكم. أولا هذه الإضراب العام في العالم حتى على مستوى فلسطين والواقع الإقليمي والعالمي هي رسالة إيجابية ورسالة معنوية. يعني إذا كان هناك استمرارية لتحقيق هذه الإضرابات بشكل فعال ومستمر قد تعطي نتائج إيجابية، لكن على الأمد المتوسط وعلى المدى البعيد. نظرا أن هذه الإضراب هي عبارة حتى هذه اللحظة رسالة معنوية، لكن رسالة سوف تؤثر على واقع صناع القرار وعلى حكوماتهم بأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكف عن تقديم الدعم العسكري لدولة إسرائيل، أن كون هذه الآلة الإجرامية هي بحق المدنيين وبحق الفلسطينيون. بالتحديد أن الجرائم التي تحدث الآن يعني هي تحرك كل العالم. يعني هناك أصبح بعض الشعوب التي لم نسمع عنها في مناطق بعيدة ونائية بدأت الآن هناك مظاهرات وفعاليات، لذلك التحرك هو مهم جدا. يعني له تأثير معنوي وإيجابي، لكن التغير الملحوظ والتغير الذي يعطي تأثير لوقف إطلاق النار هو من أجل التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية الذي بحاجة إلى استمرارية هذه الإضرابات التي سوف يؤثر على المدى المتوسط والبعيد على النواحي السياسيه والاقتصاديه. كون ان الاضراب سوف يشل، يعني اذا كان هناك يوما واحدا يعمل عمليه وقف المشاريع الاقتصاديه والى مدى، سوف يؤثر على العالم بشكل طبيعي وبشكل واقعي. هما عملية إن كنا إضرابات متوالية بالفعل سوف تؤثر على الواقع الاقتصادي والواقع الذي سوف يؤثر على واقع إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعاني من مديونية عالية من الواقع الاقتصادي، لذلك أي حركة تجارية تشل واقع هذا اليوم نتيجة اليوم الإضراب سوف يحرك هذا الأمر كواقع في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من المأمول أن يحرك، يعني إذا تحدثنا بكل واقع نظرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت حتى هذه اللحظة تضع حق النقد الفيتو الأمريكي على وقف إطلاق النار، يعني رغم أن هذا وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن ما زالت حتى هذه اللحظة مستمرة في سياق الدعم، مستمرة في عدم وضع جدول زمني رسمي فعلي حقيقي ومعلن بالنسبة لإسرائيل. نعم دكتورة، على ذكر ما ذكرتي فيما يخص حق النقد التي مارسته أو استخدمته الولايات المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت الثلاثاء القادم على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة حسب تقديرات دبلوماسيين. كيف سيختلف نص مشروع القرار عن مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي؟ أولا ترسيخ يعني اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة مهم جدا، لكن الأهم في هذا الأمر هو مجلس الأمن. يعني هناك إشكالية في توليفة والنظام الداخلي السياسي لمجلس الأمن الدولي، أن أي قرار يتم رفعه، يعني بمعنى الجمعية العمومية هي تقدم توصية لكن ليس قرار في عملية تنفيذه على أرض الواقع ضمن البند التاسع أو الفصل التاسع. هذا صحيح دكتور تمارا، يعني ربما الولايات المتحدة علقت أن مشروع قرار مجلس الأمن الذي رفضته باستخدامها حق النقد الفيتو وصفته بأنه غير مرتبط بالواقع وليس له يعني ليس حقيقي وإلى ذلك من الأوصاف التي استخدمتها الولايات المتحدة وأنه غير دقيق وإلى ذلك. إذن هل هذه الجمعية العامة التي ستصوت يوم الثلاثاء ستغير من نص المشروع الذي يعني لجأت الولايات المتحدة إلى رفضه في مجلس الأمن لأنه كان مماثلا؟
إذا تحدثنا بكل واقعية، النظام السياسي في واقع الجمعية العمومية هي تقدم توصية، هذه التوصية ترفع إلى مجلس الأمن حتى تحقق هذه كواقع قرار ملزم. يجب أن يكون هناك وجود الأغلبية في مجلس الأمن، بمعنى 9 مقابل 15، يعني أو أن لا يتم وضع حق النقد الفيتو. للأسف هناك في النظام الأساسي في مجلس الأمن، إذا تم وضع على قرار معين وإن تم اتخاذ هذا القرار بالأغلبية، إذا تم وضع قرار حق النقد الفيتو لو دولة واحدة، سوف يفشل هذا القرار. لذلك الحل الوحيد الآن فقط بيد الولايات المتحدة الأمريكية في عدم أي إفشال أي قرار يتم تقديمه عفوا نحو مجلس الأمن، بمعنى من الجمعية العمومية ثم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي. لذلك ما يقوم به الجمعية العمومية هي مهمة جدا ورسائل مهمة جدا من أجل أن تؤثر، هي تحاول يعني الاستمرارية والفعالية وأيضا العمل بشكل مستمر هي نقطة إيجابية، وليست هي يعني في واقع سلبية أو هي ضمن سياق يعني تشير أن الأمم المتحدة أو الجمعية العمومية هي ما زالت تحرك من أجل وقف إطلاق النار، يعني هناك في أمل في هذا السياق. لكن الرك الأساسي والتعويل الأساسي فقط من أجل الضغط العالمي، استخدام الأوراق القوة التي لديها، بمعنى الدول الخليج تستخدم أوراقها، المنطقة الشرق الأوسط أفريقيا، هناك الكثير من الأوراق يتم الضغط، بمعنى الإضراب هو مهم جدا، رسالة معنوية، لكن الإضراب بشكل يومي ومستمر يؤثر من الناحية الاقتصادية، والناحية الاقتصادية ينعكس على الواقع الولايات المتحدة الأمريكية، كون أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بالمشروعات ذو البعد الحدودي والبعد العالمي، نعم. بما يتعلق بواقع النفط والغاز وأيضا الدولار وتحريك العجلة الاقتصادية في العالم. هذا الأمر نعم. بحاجة إذن سنتابع إلى واقع وأثر هذا الاجتماع يوم الثلاثاء للجمعية العامة ومدى تأثيره على مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية.